وين أحبابهم؟ وين قلبي نارهم؟ وين أحبابهم؟ وعرفوا عنا ما هي مزال يعرفوا عنا ما أن أخوي يجين ولا أن يتعلمون وعرفوا عني أنا وأصحابي ونحن أهل الإيراح واقين نحن وضد العنصرية وضد العبودية والعبد العزيز ما أن أخوي يجين منه ولا أن لعنة والتيليس وفجي لعنة أولاد الحراطين خاسرين أولادك أنت والعبد العزيز يشربوا درق ويخلطوا الناس بالتعمار ويتبندوا ويلطفوا ويسرقوا احنا اولادنا ما يسرقوا لهم عايشين بالسرقه ولهم متعلمين بالسرقه ايوه سمعنا نحن مرقنا ما يرقونا بعد رحنا بخايفين على لكن كنا نعدل ولا يطلعوا نعدل الدور يعرفوا العبد العزيز وموك بنديات اللي معاه من الديوان والمنافقين واللعبيش الدور يعرفوا سامع سامع اواني قايل لهم عن الصراع بيننا مفتوح واني قايل لهم عن ما بيننا صلح ولا تصالح وراني قايل لهم عن بيننا لا كحل كفك ونقولوا يا خطاب إيرا وخطاب الحق وخطاب مولانا ورسول خطاب العدالة وخطاب مولانا ورسول خطاب إيرا وخطاب يا نبي راول الدار يا بيت ودوروا شوفوا أين اللي يبقى له الحق وأين اللي ينتصر راهم هم عندهم الصنادرة وعندهم البوليس وعندهم تلبينات وعندهم غط الدولة ليسرقوا وعندهم التلفزات والرجوات وعندهم من الاعلام من العبيد اللي يهدرونهم وعندهم الكروش من الديوان اللي يكذبونهم ايوه الميعاد قدامه وقال لكم انا براول الدهر العبيد ولكم لا يتوقفوا عليا عنون العبد العزيز دوره يطير عن رئاسة الجمهورية مخالف النص التنزيل لكن جاي لجانا